أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما سبب طعن الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم؟ سمعتم، لأنهم يكرهون الإسلام، والصحابة هم الذين قاموا بالإسلام، قاموا به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم حاقدون على الإسلام، فلذلك طعنوا في رواته وحملته الذين بلغوه للأمة، ما طعنوا فيهم إلا لأجل هذا، من أجل أي شيء إلا لأنهم قاموا بهذا الدين وبلغوه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.